يتنافس هذا العام ما يقرب من 40 مسلسلا في موسم الدراما الرمضانية في مصر بميزانية بلغت حوالي 1 مليار جنيه. الرقم وعلى ضخامته أقل مما أنفق العام الماضي بنحو 20%. دراما العام حملت هموما وأشجان سياسية، وأغلب الأعمال لا تخلو من إسقاطات واضحة وصريحة على شخصيات بعينها طفت على سطح الحياة السياسية خلال الفترة الفائتة. نبحث في الجديد الذي تضمنته دراما هذا العام، ولكن بعد هذا التقرير. موسم جديد للمسلسلات الرمضانية يأتي هذا العام بعد أيام قلائل من أحداث سياسية ساخنة شهدتها مصر، ولكن ذلك لم يمنع العديدين من متابعة الأعمال الدرامية. هو الإقبال مش زي السنة اللي فاتت، لأن الناس طالعة من موضوع 30 يونيو والمشاكل اللي بتحصل كل يوم، فالناس بتتابع على قد ما هي موجودة كتسلية صيام كده، إنما أغلب الناس بتتابع طبعا الأخبار. وكان التغير الرئيسي هذا العام هو انعكاس الأحداث السياسية بشكل واضح على أغلب الأعمال الدرامية، لتصبح مشاهدة المسلسلات لا تختلف كثيرا عن الأخبار. الجميل اللي فيها أن هي بتتابع الأحداث السياسية، يعني بيحطوا فيها برضو حتة تغيير النظام، بما معناه أن الفن مش بعيد عن السياسة. بتضل النار. صانع الدراما يرون أن الأحداث السياسية التي شهدتها مصر خلال الفترة السابقة لم تغير في شكل الأعمال الرمضانية فحسب، بل غيرت المشاهد نفسه. اللي حصل في السنتين ونص اللي عدوا دول أثر في المشاهد. المشاهد بقى هو جزء من الحدث، أوكي؟ هو بيتفرج كل يوم على أخبار. على صعب جدا أنك تخلق دراما أقوى من الدراما اللي هو عايشها. لم تكن الظروف السياسية هي العامل الوحيد الذي غير في شكل الدراما الرمضانية، حيث تحرك العديد من نجوم السينما للتلفزيون، ويرجع النقاد ذلك لأسباب مختلفة. زمان في بداية التلفزيون ما كانش أبدا نجوم السينما، يعني حتى لو كانوا خريجين التلفزيون مدرسة التلفزيون، بعد ما يبقوا نجوم سينما يرجعوا للتلفزيون، كان بيبقى بيعتبروا ان هم خلاص وصلوا للفيرست كلاس في العمل الفني، وبالتالي مش هينزلوا للتلفزيون. من سنوات بقى، خصوصا بعد التقنيات التلفزيونيه ما تقدمت كثيرا والهاي ديفينيشن، بحيث ان الصوره اصبحت ما تفرقش. تهديدات مختلفه تواجهها صناعه الدراما في مصر، ما بين الاحداث السياسيه المتعاقبه وتغير الذوق العام والازمه الاقتصاديه التي تمر بها البلاد، ولكن كل ذلك لم يستطع تغيير كون الدراما طقسا رئيسيا من طقوس شهر رمضان في مصر. من القاهره